طبعا لا يفوتنا الترحيب بأمنا أحلام محمد أحمد والدة الشهيد محمد أبو العز. نحييها ونحيي شهداء مصر العظماء، وانت أمنا واحنا أولادك دايما، واعتبر ان هو حي يرزق. سعداء جدا بتشريفك وتشريف أمهات الشهداء. والحقيقة هو خطأ مطبعي بسيط، معنا سيادة العميد باسم شحاتة مركز السلام والمستشار محمود فاروق برضو، يعني تصحيح لبعض خطأ الأخطاء المطبعية دي دايما بتحصل كتير. الحقيقة طبعا احنا معنا النهاردة احنا محظوظين جدا، وفي ناس بتحضر ندوة في بنت الحجاز وجاية، يعني هيجوا متأخرين، لأنه طبعا هو دايما من عظمة مصر إن يبقى فيه 10 15 20 ندوة في نفس المكان، لأن احنا ما شاء الله 100 مليون، لو عندنا 1% يعني عندنا مليون مبدع، إيه المشكلة يعني عندنا مليون مبدع؟ المليون مبدع في القاهرة، القاهرة مغتصبة لحقوق الآخرين، مغتصبة لحقوق المحافظة إن شاء الله، يعني الحقوق تستلم لا تمنح. الحقيقة طبعا عندنا شاعر الأكوان الأستاذ أحمد مغربي الجميل ما شاء الله عليه، وعندنا المبدع رمضان السيد مبدع جميل في القصة القصيرة ما شاء الله عليه، والحقيقة الأستاذ عاطف الجلدي تتكلم عن جزء جميل، جزء جميل جدا، أهلا وسهلا اللي هو بيتكلم فيه عن موت البروفيسور الدكتور رمضان الأستاذ علي مهران. تفضل حضرتك، تفضل حضرتك. الحقيقة احنا من يعني من ضمن الحظ فينا ان احنا شرفنا البروفيسور الكبير الدكتور علي مهران، وهو واحد من المهندسين العالميين ورئيس المؤتمر العالمي مصر 2030 ان شاء الله في سبتمبر القادم، وهيسعدنا ان هو يكون معانا النهارده، وفي محور من المحاور الاساسيه هتكون معاه. اخوي عاطف اتكلم عن الموت، ومن يتذكر الموت يستقيم. فكر وفي لحظه موتك لما الروح هتسيب السجن، لما دموع الكل تجف، لما الياس يسيب الحزن، فكر وخلي خيالك يسرح في اغطان الهم، لملم في اهات الشوق وفي ضلمه ما بتتلم، فكر وفي حبه ضي كتير هربت من الغي، تقعد وتونس فيك وحصان القبر عماله تضيق عماله تضيق عماله تضيق. قولوا لها، قولوا لها شاخ الزمان ولم أجد عندي سوى ساعات عمر واهية، لا ترتدي عكاز آمان مضت، لا يهدي يوما خطوها ضوء ضئيل ينبعث من عين ملهمة ترى إلهامها وزرا جنت. قولوا لها، قولوا لها إن الهوى ما زال مشبوبا يشد، فالحب منذ النظرة الأولى لها، والهمسة العذراء لم يمضي لمخدعها العطب، والنظرة الولهى بعمق القلب لم تمضي ولم ترحل لساحات لسلوان تداوي من يرى في ساحة النسيان طب. قولوا لها، قولوا لها إن كنت محروما من القرب الذي يشفي يداوي جرح مقهور محب، فأنا شهيد في الهوى يشكو زمانا قد قسى، يشكو محبا لم يزل مستسلما لرياح أقدار تهب. إن كان مثلي في الهوى كم ينتحب، فاكتب لنا لقيا بجنات المنى، اكتب لنا يا ربنا فالرب رب، فالرب رب. أهلا وسهلا بكم.